في دوار العسكر ولا غيرك تم إغلاق بعض المستوصفات إما بدعوى الإصلاح أو مبررات أخرى لا نعرفها. ثم كاين عدم التزام ديال الدولة التزامات وخرجات البيجيتات البناء جوج ديال المستشفيات ديال القرب، واحد واحد في طمنصور الساعة ديالو 50 سرير كاين في الميزانية ما كاينش، أنا لا وجود له، وآخر في سيد زوين الساعة ديالو 45 سرير لا وجود له، إضافة إلى أنه الآن غتمشيو للمستشفى الجامعي غتمشيو غتلقاو بأنه هناك إغلاق ليزيرجونس ديال بنو طفيل بدعوى الإصلاح، ثم كيكتشفوا بقدرة قادر بأنه خص الهدم ديالو علاش؟ لأن الإصلاحات والترميمات اللي كانت سابقة ما كانت صلبة، وبالتالي الجناح هذا الجناح اللي فوق ليزيرجونس مهدد بالسقوط في حالة الترميم. كاين إغلاق ديال البناية من أربعة طوابق وفيها بدعوى انه هذه مده ديال 6 سنين وهي مغلقه، لقاو مشكل في ليزاسانسور، لقاو مشكل في المصاعد، كاين لي ريم ديما خاسر، كاين سميتو عليه سكانر تا هو زيد عليه تا هو ديما معطل احيانا، هذا كاين مشكل ديال 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 برمجه، هذا الشيء ما كنقولوش حنا، كيقولوا الاساتذه الاطباء، برمجه ديال العمليات الجراحيه، لانه كاين الضغط، كيقول لك كاين الضغط على المستشفى، كاين اكثر من هذا الشيء، هو انه تحبسات ما يسمى بالتحاليل المخبريه، سواء ولات كلها كدار في الخارج، سواء بالنسبه للماموليه او بالنسبه للمستشفى الرازل. اكثر من هذا الشيء كاين حاليا واحد اللخبطه خطيره، كاين ما يسمى بالنظام ديال المساعده الطبيه راميت اللي كان سابقا، قالوا لنا دوزنا واحد العدد اوتوماتيكمون ما يسمى بلاصانيساس، وغيقولوا يستافدوا من النظام ديال التغطيه الصحيه الاجباريه، العدد ديالهم قليل، وبالتالي واحد النسبه كبرى في المغرب كله تقريبا دوزوا 4 مليون من 11 مليون، في مراكش ما عرفناش شحال دوزوا، ولكن واحد العدد كبير ما داش اوتوماتيكيا ومشى كيسجل في السجل الاجتماعي لحد الساعه لم يتوصل بما يفيد استفادته من التغطية الصحية. الناس ولات كتقول لك راميت أرحم وأحسن من هذا النظام ما يسمى بالنظام ديال التضامن الصحي. إذن هذا كاين تهالك تقريبا شبه انهيار ديال بعض المستشفيات المامونية والأنطاكية، خاصة بأن المامونية كنعرفوا تجاوز القرن باش تبنى في 1921 وما كيخضع لا للترميم لا الاصلاح لا كذا، وبالتالي لا يرقى، كيعتبروا مستشفى اقليمي، هو لا يرقى في الحقيقه الى مستشفى الاقليمي. دونك مراكش بحال قلنا هي في الصحه كاين المستوى الاول، المستوى الثاني، المستوى الثالث. المستوى الاول هو المستشفى الجامعي، المستوى الثاني هو المستشفيات الاقليميه، احنا ما عندناش تقريبا المستشفيات الاقليميه، المستشفى الثالث هو اللي سبونسر. اذا مراكش كتخدم جوج المستويات الاول والثالث، وهذا اللي خضع اللي خرق مجال.